السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ عبد الفتاح بجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، وقضيتنا هي العنف ضد الرجال. سنناقش مع أستاذ بجاجي محاور ترتبط بهل هناك عنف ضد الرجال في المجتمع المغربي؟ أين تتجلى مظاهر هذا العنف؟ هل هناك إحصائيات تبين لنا درجة هذا العنف في المجتمع؟ هل هناك قوانين تحمي الرجال من العنف؟ أستاذ الكريم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أول سؤال غنبداو به هو كيف جاءت فكرة تأسيس شبكة للدفاع عن حقوق الرجل؟ أولا اجتمع من واحد تلة من الأصدقاء، أسيدة جامعيين، أطر سياسية نقابية، وبدأ التفكير أن المرأة عندها جمعيات كدافع عليها، حركة نسائية ركمت تجارب كبيرة وأسمعت صوت المرأة المغربية وعبرت عن مشاكلها وعن كل ما يخص المرأة، في حين الرجل ليس له صوت مدني أو جمعوي يعبر عن مشاكله، كما أن للمرأة مشاكل في الزواج في العنف، أيضا الرجال كان عندهم مشاكل خصوصا مع صدور المدونات الأسرة منذ 20 سنة. فمع تنزيل بنود المدونة برزت مشاكل كثيرة جدا، فهاد الإخوة فكروا لماذا لا نفكروا في واحد تنظيم سميناه الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، وكانت تالي تجربة في العالم العربي، التجربة الأولى في مصر تحت اسم السي السيد، وإن كانت عندها طابع شوية أصولي، طابع شوية تبع الحركة الأصولية، وكانت تجربة أيضا في تونس، فأخذنا هذه التجربة وكانت في 2009 بدينا هذا المشروع اللي خرجنا به، اللي عرفنا بأنه كاين عنف باش نسمعوا صوت الرجل، صوت الحقيقة اللي كيعانيوها الرجال من خلال تطبيق بنود المدونة. قلت بأنه فاش بدأت يعني بدأت العمل بالمدونة ارتفعت وتيرة العنف ضد الرجال، يعني نفهم من هذا أن المدونة كانت يعني سبب في تنامي هذا العنف في المجتمع المغربي؟ هو في الحقيقة ليست المدونة هي السبب. نعم. المدونة فقط أبرزت هذا العنف. هو العنف كما أقول دائما في جميع الحوارات وجميع اللقاءات، هو العنف متأصل في المجتمع. العنف ماشي غير في الأسرة، العنف كاين في المدرسة، كاين في الشارع، فهذاك العنف كيتنقل، وملي كتولي أسرة تعاود يبرز فيها، لأن هذيك الزوجة اللي مغربية راه جايبة معها العنف مستبطا من الأب ديالها، من الأسرة ديالها، والرجل أيضا جايبته هو عنف مستبطا من الأب ديالو، من الأخ الأكبر، فملي كيتلاقاو هنا كيوقع المشكل، في غياب الحوار، في غياب التربية على الحياة الأسرية، في غياب واحد الوعي، هنا تيكون العنف. المدونة فين المدونة فين تصعد المشكل، وهو أنه مع بعض البنود والتي هي في عوض أن تحل المشاكل، والتي هي أداة لإظهار مزيد من العنف. نعم. قد نفهم العنف ضد النساء متجلياته ومظاهره، أين يتجلى العنف ضد الرجل؟ هو من خلال التجربة ديالنا احنا في إطار الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، هو العنف كما قلت هو مستبطن، هو كيف في المجتمع تيتنقل. نعم. فكيستغربوا الناس ملي كنقولوا راه مرة ضربت الراجل، ولكن كاين عيالات كيضربوا الرجالة، كاين عيالات كتصرف، وآخر فيديو الآن اللي داير ضجة في المغرب هو مرة في الشارع العام شادة راجل وكتصرخ فيه وهو ماهاش شدو، فالمرأة اللي شدات دري في طنجة وكتسد عليه وكتضربه، بغيت نقول بأن هو العنف كاين في الرجال وكاين في النساء،
لو كان مظاهره في الرجال. مظاهره في الرجال، نعطيك امثله. احنا عندنا ما راكمنا تجربه ديال 30,000 حاله اللي استقبلنا منذ نشوء الشبكه المغربيه للدفاع عن حقوق الرجال، فيها 25% 30% ديال العنف، فيها الضرب بآلة حاده، فيها الترفيق، فيها تهرس اليدين، فيها تهرس الرجلين، فيها ضربه لا مشوار، تهرس لا مشوار. اذا كل مظاهر العنف الجسدي موجوده، كما هي موجوده عند الرجال موجوده عند النساء، فقط درجتها تختلف. عند النساء بشكل كثير ما عند الرجال، ولكن كاينه. هذا هو اللي خصنا نامنوا به، هو انه كاين العنف. راه كاين عندنا مغربيه راه كتسلخ 10 ديال الرجاله، راه كاينه كتضرب ثلاثه ديال، راه كاينه. نعطي مثال انا بالرياضه، وحنا كنمارسوا فنون القتال وفنون الحرب، راه عندنا رياضيه راه كتسلخ 100 واحد. ولكن هذاك في اطار النشاط الرياضي، اطار النشاط. اما الجانب الاسري بين العلاقه بين الرجل والمراه تماما، ولكن ملي كتجي المراه في داخل الاسره راه حتى هي كتلجا، راه كي كنقولوا الوضع الصحي النفسي هو الميزان. راه المراه ملي كتزوج والراجل كيتزوج راه ما كيديروش كشف صحي. راه كاينه امراه عندها مشاكل نفسيه، كاين كيف ما الراجل كاينه المراه. فراجل نهار اسبوع من بعد الزواج كتهرسوا وكتريب الثلاجه وكتريب الكوزينه وكتريب. بغيت نقول هذه المظاهر ديال العنف راه ماشي غريبه جدا، كاينه ومتاصله، وحنا عندنا تجارب وعندنا اصوات الناس اللي جاوا وعبروا على هذا الشيء. بعض المدافعين على الرجل كيقول لك بانه امتناع المراه عن يعني تلبيه الحقوق الشرعيه تاع الرجل هو عنف. هل تتفق مع الطرح؟ احنا انواع العنف اللي كان كي كنقسموها، كاين العنف الجسدي اللي تكلمنا عليه، نعم، كاين العنف النفسي. العنف النفسي هو قطع الكلام، هو قلي السم، هو كما كنهضروا بالدارجه المغربيه قلي السم، يدير ليه داكشي اللي ما كيبغيش، العكس الى اخره. اذا هذا كاين العنف الجنسي. العنف الجنسي، السيده ترفض. وعندنا تجربه ديال الجمعيه في مكناس، اصدقائنا في مكناس، جات عندهم واحد السيد، جا عندهم السيد بالدليل والبرهان كتقول الا بغيت نعس معايا خلصني، زوجته ابتزاز. اذا هذا العنف الجنسي تحول. كاين العنف الجنسي او ثاني في ميدان العمل. ميدان العمل عندنا السيد اللي جا راودته مديرته راودته اللي رفض، طردته من العمل. نفهم من هذا ان هناك تحرش تماما، كما في الرجال في النساء مع درجات متفاوته. بغيت نقول العنف لا ملة له، وما عندوش شكل واحد، جسدي نفسي تحرش، كل الانواع هي موجوده. وحنا كي كنقولوا العنف الجسدي كيبان، علاش كيبان في المجتمع؟ لان فيه الضرب والجرح وتهراس وكذا. مي ديك الانواع الاخرى ديال العنف، كاين العنف القانوني، نعم، انا كنسميه عنف قانوني، عندما يحرم الرجل بعد الطلاق من زياره المحضون، كيمشي نهار الحد باش يتسنى ولده باش يشوفو، كيطلعوا عليه من الباب وكيقولوا له لا ما كاينش. خصو باش يشوف ولدو، خصو مسطره، خصو يمشي للكوميساريه ويجي عون قضائي ويجيب هادشي مع الدوام. في الاخير شكون هو اللي كيضيع؟ كيضيع الدري. عندنا في النفقه، بالله عليك راجل ما خدامش كتحكم عليه المحكمه بواحد القدر معين، وملي كتحكم عليه ما عندوش، ما خدامش، مسؤول على عدم الشغل ديالو، ماشي هو مشغول عليه الهشاشه في الدوله، في المجتمع، في الجانب الاقتصادي، يعتقل. بينما كاين واحد صندوق التكافل الاجتماعي اللي كان اجتهاد رائع، ولكن لم يفعل بالشكل، هو انه يعتقل. كيف نعتقل زوج ما داير لا جنايه لا حتى حاجه، حيت ما عندوش باش يخلص النفقه؟ اذا هذا تنسميه داخل في العنف القانوني، تدخل في، نعم. وهذا العنف القانوني اللي مرتبط بتطبيق مدونه الاسره هو اللي كنطالبوا حنا انه يثبت فيه. نعطيك مثال، اسمح لي نعطيك مثال. في النفقه نفس المواطن بنفس الدخل في وجده كتحكم عليه المحكمه ب 1000 درهم، في اكادير كتحكم عليه ب 2000 درهم. نعم، هذا تقدير ديال القاضي. تقدير، نعم. تقدير هنا كان، علاش نقولوا من بعد غادي نجيو لها في الاقتراحات، نعم. هو انه كيجب وضع واحد البرام عادل
وخص الدولة حيث كاين الهشاشة وحيث كاين كذا خصها تدخل وتقلب على آليات أخرى لعلاج هادشي. غنجيو لهذه المقترحات وهادشي. غير هو في المجتمع المغربي علاش الراجل ما كيهضرش على هذا العنف؟ كيعتبروا طابو، كيعتبروا كذا، شنو حنا في تجربتنا خلال تجربتنا في التأسيس، في التأسيس كانت عندنا واحد الظاهرة، هو الناس دائما شكون اللي كيجي؟ ما كيجيش الراجل، وبقى الآن ما كيجيش الزوج المعنف، كتجي الأخت، كتجي الأم، كيجي الأب، كيجي الصديق، أو كيجي بلغة الغائب، كيجي هو وتيقول لك واحد صاحبي راه عنده مشكل كذا. هنا هذاك الجدار وهذاك عنده التفسير ديالو. التفسير ديالو هو أنه الراجل كيعني تصور راسه عنده واحد الهيبة، عنده واحد كذا، عنده واحد كاريزما، ما خصوش يبان بأنه معنف. ولكن مع الوقت بدا هذاك الجدار كيطيح، وبداو الناس كيجيو كيقول لك انا ضربتني كذا كذا. غير هو حيت هو الراجل باقى ديك الصوره منطق الذكوري في المجتمع المغربي، ما ولاو دابا الان ولاو كيجيو كيصرحوا بهذا الشيء. نعم. وفي نظرك يعني في المنظومه القانونيه واش كاين قوانين تتحمي الرجل من هذا العنف هذا؟ هو كما هي كاينه قوانين تتحمي المراه بشكل مفصل. هو المدونه كارضيه كذا هي موضوع على هذا هو الخطا يعني الخطا نعم. الخطا اللي كيوقعوا فيه بعد الاصوات نعم. النساويه هو ان تعتبروا بان المدونه هي مدونه خاصه بالنساء نعم. وخطاب جلاله الملك، ومن بعد نجيو لهذا الشيء نعم. خطاب جلاله الملك قال المدونه للرجل، للمراه والرجل والطفل نعم. والمصلحه الفضلى اساسا للطفل وللاسره نعم. ولكن تبقى انه التوعية هي اللي خصها تكون، التوعية هي اللي غتحل لنا هاد المشاكل هاد، التوعية هي اللي غادي تفتح لنا. وهو اللي إلى 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 شفنا كيفاش تمررت المدونة 20 عام هادي، واش واكبها المواطن المغربي؟ واش فهمها المواطن المغربي؟ حتى بعد الآن أنا كيجيو عندنا الناس كيقول لك راه إلا وقع هادي غوقع، ما كايناش في المدونة، معناها كيخصها واحد الورش. وأتمنى بعد خطاب الملكي ومن بعد اللجنه انه هذه المره يكون تنزيل المدونه، ولكن ايضا باش التوعيه في المؤسسات التعليميه نجيو لهذا الشيء، باش ما يبقاش تطروش شائعات، ما يبقاش تطروش مغالطات وهذا الشيء. في نظرك انتم شنو هي مقترحاتكم؟ يعني واش خاصنا نديروا قانون كيحمي الرجل ويحمي المراه، كل واحد بالتفصيل وعنده هذا، او انه هذه المدونه اللي جايه خصنا نديروا فيها بنود ولا نتراجعوا على شي امور كانت فيها؟ هو بالنسبة للعنف محرم ويعاقب عليه شرعا وقانونا، وكاين القانون الجنائي وكاين قوانين نعم. الدولة أخلاقا لا يعوزها وقانونا وأخلاقا. المغرب لا يعوز، ما يعوزنا هو كيف قلتي هو التوعية والتنزيل، والمدونة خصها تحل بعض الإشكالات اللي بانت التجربة بأنه نعطي مثال كما قلت بانه احنا بالنسبه لنا زياره المحظوظ خصي تحل المشكل، خصي توضع، ماشي سير الكوميساريه ومن الكوميساريه سير جيب، خصي تحل مصادر تعود فيها تعود فيها. بحال مثلا كي قلنا على النفقه ملي خص يكون معيار بان هذاك الزوج ملي غادي. انا اعطيك واحد المثال، زوجة خدامة كتخلص جوج ديال المليون، نشرح لك نعم. الراجل خدام ب 5000 درهم، مزوجين كيطلقوا كيحكموا عليه هو بالنفقة، والنفقة فوق من الصالير ديالو نعم. عندنا سيد اللي كيربح 2000 درهم حكمت عليه المحكمة ب 3500 درهم، يعني أكثر من المدخول ديالو، أكثر من المدخول ديالو، والزوجة ديالو موظفة كتربح أكثر منه نعم. معناها هذا ماشي عنف، هذا راه فوق العنف. نعطيك مثال آخر حالة تعرضت علينا هذا الأسبوع، في المتعة حكمت عليه المحكمة ب 13 مليون متعة، متعوهن كاينة في القانون، حقوق النفقة والمتعة حقوق ديال المرأة. مي واش نحكموا على راجل ب 13 مليون؟ نحكموا عليه كنقولوا كاينة بعض المصادر كتقول بأنه كيحكموا كيديروا البارين ديال مليون لكل عام ديال الزواج، هما طالقوا غادي يطالقوا، على هي المتعة كانت كتمتع غير هي نعم، متبادلة. إذا كيخص اجتهادات
بطبيعة الحال في السياق اللي جاء في الخطاب جلالة الملك. نعم. ما نحرموش كيف قال، ما نحرموش الحلال وما نحللوش الحرام. لا نحلل حلالا ولا نحرم. إيه. ولكن خاص اجتهادات. دابا المرأة من بعض النساء أويات تيقول لك لا التعدد خصو يحيد، مع أنه كاين في القرآن. نعم. ولكن كتقول لك لا المتعة خصني ضروري المتعة. نعم. إذا كاين شي تناقضات اللي خصنا نوقفوا عليها إلا غنديروا اجتهادات فقهية واجتهادات مع الاحتفاظ بهويتنا الإسلامية وهويتنا المغربية، خصنا نديروا شي اجتهادات اللي تكون بين بين، اللي تحفظ حقوق الرجل، تحفظ حقوق المرأة، والأكثر من ذلك تحفظ حقوق الأطفال. هذا هو، لأن الأطفال من بعد هم اللي كيأديو الضريبة ديال الطلاق وديال المشاكل. نعم. يعني كسؤال أخير الأستاذ، أنتم كشبكة واش تتوجدوا شي مقترحات باش في إطار المدونة الجديدة، واش شنو تشتغلوا على هذا الورش غادي، واشنو هي أهم النقاط اللي ممكن أننا نطرحها؟ احنا عندنا اقتراحات، مع الأسف، مع الأسف وما يحز في النفس، رغم أن عدد من التجارب اللي دوزنا وعدد من التصريحات اللي جنا، ولا قطاع حكومي استقبلنا من 2009 إلى الآن باستثناء لقاء وزارة الأسرة في عهد نزار الصقلي، لقاء تصنتوا لنا فقط. تصنتت لكم وزيرة امرأة، ما تصنتوش لكم وزراء، ما تصنت حتى ولا وزارة، لا وزارة العدل ولا وزارة التضامن. نزار الصقلي استقبلونا وتصنتوا لنا فقط مرة واحدة، ماشي هي اللي استقبلتنا، استقبلنا فريق ديالها ديال الديوان ديالها. وما عمر شي حد من غير الصحافة ومن غير الجمعيات اللي كانت، بغيت نقول بأنه آن الأوان. دابا الآن الحملة اللي كاينة حول المدونة راه كيهضروا على الجمعيات النسائية، وإلا شفتوا البرامج الآن، وإلا شفتي البرامج ملي كيعيطوا كيعيطوا المنظمة، مع أنه كاين جوج ديال الجمعيات اللي هما كبار في المغرب، وحدة في مكناس وحدة في الدار البيضاء، ولا أحد، لا أعلم أن نتصنتوا لصوت رجالي. نعطيك واحد المثال لو سمح لي، هو انه حتى ما يسوق حول الرجال في العالم هو ان الرجل المغربي متحرش، الرجل المغربي معنف. رجل، نعطيك واحد التجربه جاتنا في سويسري في اطار منظمات وجمعيات، ونزلوا من سويسرا، نزلوا وفد فيه نساء، استقبلناهم في مطار محمد الخامس. ملي نزلوا وشافونا كنتعاملوا معاهم، ما جيناش فين نوصلوا للوطيل وديك حفله الشاي اللي درنا لهم، تبداو كيقولوا للعيالات هذا الرجال عندكم ظريفين، ما كيقتلوا ما كيضربوا ما حتى حاجه، معناها الصوره اللي عندهم هو تسويق ان الرجل. انا ما كنفهمش كيف يسوق في السويد وفي الامريكان. انا مشيت اللي في زيارتي لامريكا، كنمشي تيقول لك واش باقيين كتقتلوا العيالات وكتنعسوا مع عيالات مع بنات بناتكم؟ معناه يجب أننا نردوا الأمور إلى نصابها، يجب أننا نعطيه كل دي حق. صحيح الصورة معك. نعم. صحيح الصورة، وأن المرأة يجب أن تكون في مكان لائق وفي وضع لائق، والرجل يكون في وضع لائق. أستاذ عفتاح بجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. فقط أنا بغيت نقول واحد الكلمة. نعم. ونحن نعد ونحن ننتظر اللجنة اللي غادي يدوم العمل ديالها بقرار من جلالة الملك 6 أشهر. نتمنى أن هذا الورش، كيف المغرب يربح رهان كورونا محاربة كورونا، كيف المغرب يربح رهان الزلزال ومحاربة التبعات دياله في مراكش، ورهانات أخرى للقضية الوطنية ديال الرياضة ديال كذا. نعم. نتمنى أننا نخرج رافعين رأسنا من خلال هذا المشروع ديال المدونة، بما يضمن حقوق الرجل، حقوق المرأة، حقوق الطفل، لأن المجتمع الديمقراطي، المجتمع المنفتح، المجتمع المتسامح الذي ينشده صاحب الجلالة وكي يعمل من أجله، واللي إحنا كان نرلو من أجله، يجب أن يكون بأسرار متكافئة، أسرار متوازنة تضمن الحقوق لكل فرد، سواء الرجل سواء المرأة سواء في حالة الزواج، وحتى إذا كان الطلاق يكون في طرق حبية تضمن حقوق جميع الأفراد. أستاذي شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا. مشاهدين الكرام، شكرا جزيلا على حسن تتبعكم.